السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم غنشرح لكم فيه طريقة تنزيل فيديو من تطبيق بانريست. أولا ندخل على التطبيق، مثلا نكتب هنا فيديوهات، مثلا أنا سوف أنزل هذا الفيديو. سوف أعطيكم مثال. بعد ما ندخل على الفيديو نضغط على 3 نقاط، بعدين نسخ الرابط، بعدين جوجل، بعدين نكتب نكتبها في البحث، نعمل سيرش، نضغط على أول خيار، نأتي إلى هنا، ثم نعمل لصق للرابط اللي نسخناه، ثم تحميل. ثم إلى 3 نقاط، ثم تنزيل. وهنا أنتم تختارون النسبة، حجم وصيغة الفيديو. الفيديو تم تنزيله، الآن الفيديو موجود عندي على الهاتف. كانت طريقة سهلة جدا للأشخاص الذين يريدون تنزيل فيديوهات من تطبيق بانريست.